هجني قدر وقيمه وهيبه وقلبي نعم متعلقه فيها ساس الفخر ورث النماريبه في حاضر الدنيا وماضيها. للهجني قدر وقيمه وهيبه وقلبي نعم متعلقه فيها ساس الفخر ورث النماريبه في حاضر الدنيا وماضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من المملكة العربية السعودية، تحديدا من ميدان الطائف، في 19 من شهر سبتمبر لعام 2024، في هذا المساء السعيد، في هذا المساء البهيج، في هذا المساء الذي خصص لانطلاقات الذهب وانطلاقات الكؤوس، في هذا اليوم الذي ترفع فيه الرؤوس ضمن انطلاقات نهائي مهرجان سمو ولي العهد. متابعينا في كل مكان، انطلق الشوط الرئيسي، الشوط الأول الرئيسي للإبكار الثنايا. هنالك كأس بالانتظار، 6 كيلومترات، كأس مهرجان سمو ولي العهد في مهرجان مهندس الرؤية وصمام الأمان. كل القبائل تفتخر بتراثها ومجادها. تباشري واستبشري يا دار مروين السنان بالقايد اللي حقق الرؤية قبل ميعادها. الهجن شجعها وحط لها سباق ومهرجان في كل ديرة من بلادي والجوايز. زادها طور تراث المملكة واصبح بعز وعنفوان، واجدادنا شجع حضارتها وعز احفادها. هذا محمد سيفنا المسلول في وجه الزمان اللي تخاضع له سلاطين الدول وسيادها. متابعينا في كل مكان، نتقدم مباشرة بعد أبياتك يا مستور يا ابن علوي يا العتيبي مقدمة الشوط المركز الأول. الله يا هجن العاصفة. يتقدمون أبناء دولة الإمارات إلى مقدمة الشوط هنا بشعار هجن العاصفة. غياث الهلالي يتابع أحد شواهين العاصفة هنا يتقدم بهذا الشعار. المركز الثاني، مرحبا بالرياسة، مرحبا بالحمر، مرحبا بالخطر. من يقدم لنا مياسة؟ من يتابع ويراقب مياسة؟ سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم بمياسة على المركز الثاني. المركز الثالث، مرحبا يا الشاهينية، هجن زعبيل يتقدمون بانطلاقة الشاهينية على المركز الثالث. رابعا، من تصل هنا على المركز الرابع، رابع الأسماء وصول من هذبة، ووصل الهذب بن مرشد المتألق والخطير بحنكته بقوته بشراسته على المركز الرابع يقدم لنا هذبه. والمركز الخامس، حاملة للرقم 5، وصلت أيضا مديار قادمة بكل إصرار بهذا الشعار، بشعار هجن زعبيل الذي يبحث عن الانتصار في كل ميدان في كل مضمار. يقدم لنا 3 كروت في هذا الشوط، الشوط الرئيسي الأول المفتوح للإبكار الثنايا. الكاس بالانتظار، قدوم من طيف لافي بن حبيب
بن فرج الشمري يقدم لنا طيف على المركز السادس. المركز السابع من تصل في هذه اللحظات وصول وقدوم من هذا الاسم. وصلت اختيار من يقدم لنا اختيار هنا. سلطان بن محمد الوهيبي بشعار هجن الرياسة عندما يكون الاختيار بناء على التاريخ والسيفي المشرف والكفاءة والتميز، فإنها هنا باسم سلطان الوهيبي العملاق يتقدم على المركز السابع إلى السادس. المركز الثامن من تحمل للرقم ثمانية هنا وصلت هجن العاصفة غيات الهلالي يقدم لنا انطلاقة الشاهينية. أبناء السلطنة يتحركون مع علوه مع هدبه. هنا علي بن سعيد بن سالم الزرعي يتقدم مع هدبه. المركز التاسع وصلت تقدمت هنا خطة من تصل خطة بشعار مالكها يقدم لنا خطة. يا مالك خطة نتمنى أن تكون استراتيجية وأهداف خطة هنا وهنا بالشكل الصحيح بجدية وبعزمها من أجل الكاس. من أجل الكاس يتقدمنا مالك خطة وأيضا الوصول من جميلة. مرحبا يا جميلة مرحبا يا جميلة. هنا يتقدمنا شعار هجن الرياسة يقدم جميلة على المركز العاشر. الاثنين كيلو مترات هي المتبقية عن الكاس عن كاسي مهرجان سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. من يدعم رياضة سباقات الهجن حتى وصلت إلى العالمية وهكذا المملكة العربية السعودية التي تدعم هذه الأصايل والاتحاد السعودي الذي ولد كبيرا وسيبقى كبيرا منذ بدايته بهذه التطورات المستمرة في رياضة الآباء والأجداد. لنا عودة إلى الرياسة إلى مياسة الرياسة مع الوهيبي سلطان عملاق في كل مكان بالشعار الأحمر بالشعار الخضر يتقدمنا ويتقدمون أبناء زايد من بوظبي وصلوا من أجل الكاس من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة. يا العملاق 1200 متر يا سلطان يا الوهيبي من يقود لنا الرياسة بشعاره الأحمر. هجن زعبيل يتحركون أبناء إدانة الدنيا دبي يقدمون لنا مذيار من يقدم لنا هذا الشعار المتألق من مرشد. هنا هجن زعبيل مع مذيار على المركز الثاني. المركز الثالث اقتحمنا الكيلو الأخير الله يا الأسماء. هجن الرياسة على المركز الأول هجن زعبيل على المركز الثاني مع مذيار والمركز الثالث مع اختيار الانتصار. من يختار الله يا الكاس كأس الثنايا هنا في هذه اللحظات حتى هذه اللحظات إلى دولة الإمارات. سلام يا ابن مرشد من قدمنا لنا هذا الانطلاق من قدمنا لنا هذا الاندفاع. الرياسة قادمة بانطلاقة اختيار ثارت مثل بركان قمة كسوفو كانها على الميدان تنهي وتامر. الله عليها يا جماهير شوفوا كيف استدارت
الكلمات يمجدها الأوامر. سلام سلام إلى دولة الإمارات، إلى دولة الإمارات، إلى عاصمة الميادين. سلام يا العملاق، سلام سلطان بن محمد الوهيبي، بطلا للشوط الرئيسي الأول، خاطفا لكأس الكؤوس، كأس الثنايا الأبكار المفتوح من المملكة العربية السعودية مباشرة إلى دولة الإمارات. المركز الثاني، المركز الثاني، وصلت هنا الشاهينية بشعار هجن العاصفة. المركز الثالث، وصول من مديار بشعار هجن زعبيل. المركز الرابع والخامس هنا في الإعادة. إفادة متابعينا في كل مكان، يا من تتابعون، يا من تراقبون عبر الهواء مباشرة، عبر الهواء مباشرة هذا الصراع والنزاع حتى خط النهاية. وكانت الأسماء الحاضرة في هذا المساء، وكانت بمقدمة هذه البطلة من أتت بالاختيار الصحيح هنا، اختارت المركز الأول منتصرة بهذا الكأس، كأس مهرجان سمو ولي العهد. هنا التوقيت الزمني 9:12، 47 جزءا من الثانية، هكذا كان توقيت البطلة اختيار بالفوز والانتصار. المركز الثاني، وصلت الشاهينية بشعار هجن العاصفة، 9:19، 71 جزءا من الثانية. المركز الثالث، وصلت مذيار بشعار هجن زعبيل المتألق، من تألق على المركز الثالث، 9:16، 84 جزءا من الثانية. المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع مياسة بشعار هجن الرياسة، وخامسا وصلت جميلة بشعار هجن الرياسة. هكذا هجن الرياسة خاطفة لكأس الثنايا الأبكار المفتوح في هذا المساء، تأتي بالمركز الأول وتأتي بالمركز الخامس. هكذا العملاق الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي حضر به في هذا المساء، حضر في هذا المساء متألقا خاطفا لكأس الكؤوس، أغلى الكؤوس، يحمل لنا اسم غالي في هذا المهرجان، اسم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. كما ننوه على جميع الفائزين بأشواط الرموز التوجه مباشرة بعد انتهاء الفترة المسائية للتكريم في المنصة الرئيسية، أو بعد الشوط الخامس للمنصة الرئيسية للتتويج. وهنيئا لكل الفائزين، ونتمنى التوفيق والنجاح والسداد لكل المشاركين. كما ننوه لجميع الفائزين بكؤوس هذا المساء التوجه مباشرة بعد شوطنا الخامس في هذا المساء للمنصة الرئيسية للتكريم في هذا المساء، متمنيين لكل الأسماء المشاركين التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين. شوطنا القادم للقعدان الثنايا المفتوح 6 كيلومترات بصوت الزميل المبدع دائما وأبدا جوعون بن جابر الهاجري، واصفا معلقا على شوطنا القادم. نتمنى له التوفيق، ولكم يا من تتابعون حسن المتابعة والاستماع.